منشور على الفيسبوك للكابتن ثامر برغش، خلينا نشوفه. يقول بي رينا الذمة. اي سولف. كل وقت مسعود ذميناك وانت لشنت ما تنذم، ما ندر النجوم تسوى بينا صار، قلنا ويا النجوم هواي نتعلم. نعم. ترى خلافك يمل الكاس من عطار، ومن تحكي عليهم بعد ما تسلم، الفساد العدهم يشبه طينة الخضراء، ونفس الطينة هذا وذاك نفس الدم. النجوم بعد إلى آخره. يعني انصدمت الحقيقة، وبنفس الوقت تندمت. شنو نشرت هذا المنشور؟ ايه يعني على مود الفترة السابقة كان تعامل الاتحاد تعامل ويانا، يعني انا شفته مو خوش تعامل احنا كلاعبين. انت اليوم من تجي عن اي اتحاد تقصد؟ على اتحادنا الحالي؟ الحالي، اتحاد عدنان درجال. هذا منشوري على اتحادنا الحالي بعد ما انه راجعتهم بالاتحاد. يعني اوجه لهم التحيه. بالنسبه لنا على مستحقاتنا اللاعبين، يعني شفنا موقفهم صعب ويانا، انه اذا تريد تشتكي لازم تخلي مليون تسدد للاتحاد، واحنا هذا اللي شويه زعجنا. يعني فوق ما تشتكي تريد فلوسك تدفع مليون. اي يعني هو هذا اللي زعجنا. اما هسه على الاتحاد الحالي وعلى الخطوات اللي يعملها السيد عدنان درجال، انا يعني اريد اصفها بعباره انه نبي مرسل للكره العراقيه. اخ بهذا الوصف، عدنان درجال نبي مرسل للكره العراقيه. بس على العمل حيل مبالغ بي. على العمل الجبار. والله على العمل الجبار. ايه والثوره الجايه يقودها عدنان درجال بالعراق. يعني بس رجعوا لي، رجعوا لي منشوره بلا زحمه عليكم، بس طون المنشور. قلت لك انا متنبه. دقيقه دقيقه وخلنا نشوف شنو صار، شو تغير. انت اخر سطر قايل النجوم اكذوبه كره القدم، هاي ضريبه الشهايد، الشهايد هم وقف. ايه وهسه تقول لي بتصريح نهري. لا هسه على الوقت يعني جاي احكي لك على الوقت الحالي هذا، قبل يعني ايش ما صار له سنه هذا؟ لا لا تقريبا سنه فوق سنه من المنشور هذا. فقلت لك يعني انا نزلت منشور على ضوء انه راجعت بالاتحاد على مود مستحقاتنا الماليه، انه نطلب نادي الديوانيه اللي هو مع الاسف صار يعني وصل هاي المرحله نادي الديوانيه بسبب ادارات. اللي شفت الموقف مال المحترفين، خطيه من ناشئ يعني مأساة مأساة. يعني جاي بالنسبه هاي اداره الانديه جاي تجيب سمعه المحافظه، المحافظه بغنى عنها. زين فيما تبقى